مدى جمالية باذخة دلت على أساليب الفنانين المشاركين في مهرجان الفنون الإسلامية، وكانت هذه دعوة لتفجير إبداعاتهم الكامنة والتي لم تستطع اللوحات الفنية استيعابها، فانبثقت خارج إطار المألوف لتزين جدران متحف الشارقة للفنون. جمال مخبأ بين الطبيعة وعناصر الابتكار التي قدمها الفنانين من شتى بقاع العالم، والتي تطلق خيال المشاهد نحو عوالم بصرية تتوارى خلف المكان، وتكشف جمالية التاريخ الإنساني الذي استتر بلباس عصري حديث ليسرق الباب الزوار. جسور ثقافية تصل بين عوالم الإنسان الداخلية والخارجية في مشهد لافت يسعى إلى إظهار جمال الكنز الكامن في الفنون الإسلامية.